الشرطة التركية تطلق الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا لتنظيم مسيرة للمثليين قرب ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول. عناصر مكافحة الشغب طوقت المسيرة المطالبة بدعم المتحولين جنسيا ومثليين، كما منعت المتظاهرين من قراءة بيان أمام الصحفيين. وكانت السلطات في اسطنبول قد حظرت تنظيم مسيرتين للمثليين والمتحولين جنسيا خلال هذا العام بسبب ما قالت إنها مخاوف أمنية. وشهدت اسطنبول سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك هجومان انتحاريان استهدف سائحين، أحدهما وقع في شارع استقلال.